عليكم وعليكم السلام. اسمع بيتي كي جاتكم عجيبه يا سلام. او عجيبه او عجيبه او عجيبه. اسمع بيوتي كي جاتك عجيبه يا سلام. او عجيبه زلا. عجيبه يا سلام. المهم اليوم مع فيديو جديد. شوفوا كي وليت الشمس قهرني احمد الصباح. حنا ندورو خدا شي حاجه خاصه للصيد. شي لعيبه شنو هي هذيك قلت لي ديال الصنامه؟ السبيب وخديت هادشي السبيب وشي حاجه. المهم احمد راه من الهوايات ديالو هي انه كيمشي يصيد. الكلمه هادي خايبه. نبي حنا البنات الحوت الحوت صغير فرنسي. المهم غادي يصيد الحوت الحوت الحوت. المهم شخص الصبيب وشي بلانات وداك الشيء مشيت معاه. حنا دابا في الرباط تمامه خدا داك الشيء اللي خصو. وانا الصباح جايبه معايا واحد الخاتم ديالي اللي هو عزيز عليا وجاني كبير. وكاين هنايا كاين هنايا واحد السيد اللي كنعرفوه وديما كناخذ من عنده الذهب. جايبه لي باش ينقصوا ليا مع هذا. ماشي ما كاينينش الدايبيه في القنيطره كاينين ولكن ما عندهمش لاباري ديال الذهب البيض اللي كيكون خصهم يصيفطوه حتى لشي بلاصه في كازا باش كيصاوبوه. يعني ذهب بيض خصو واحد لاباري في شكل وهو عنده. دونك شتو واسع عليا كيدير هكا كيبقى يدير لي. فغادي نمشي نقصو على حساب هذا. وقلت ندوز نشوف نيتي الى بغا السي احمد. شنو بغا؟ شنو بغا؟ بغا واحد السنين ثلاث. شكون اللي بغاهم؟ انا واحد السنين ثلاث عاد خرج. زوينين البنات. شوفوا التريكو بيض من تحت الحوايج. المهم هاني دون تسوق عندي هاد السنين ثلاث هادي. شوفوا كي دايره هادي فيها لا فيها كورات بحال هكا. بغيت شي حاجه اخرى البنات. انا اول سلسله كنخدا ليا حمل كنخدا ليا فراشه عقلت تمام. فرحه مشينا في الطوبيس. لا لا فكرتي هذيك اللي واقف الجنويه قفل باب الطوبيس قدام فكرتي؟ كنا راكبين في الطوبيس وكنا خدامين. خارجه سالته من الخدمه عيد ميلادي كان عيد ميلادي. مشينا خدا ليا سلسله ب 24 الف ريال. عرفتي شنو جايه قال لك دايره ليا بحال هكا. تقولي مالكي ولي شوف هذا الطوبيس الا مشات ليا الحماق. فراشة ودابا عطيتها لسلمى بنتي. هذيك السلسله ما مفرطتش فيها حيت هذيك هي اول حاجه غياخد ليا احمد ديال الذهب. ويعني خديتها وانا فغيمون مزيرين يعني ماشي عندنا الفلوس مزيرين وخديتها حيت عيد ميلادي. يعني هذيك عندي معاها سوفينير. طانا الطوبيس غادي غادي مجنه. واش قال لك؟ ازيد زيد كاع ما تخاف. ازيد قال لي بالجنويه ازيد زيد قال لي كاع ما تخاف. ايام. المهم هانتوما نانو ياي. والبنات اللي كيقولوا لي اسماء ما بقاش الصوت كي شحال هادي. فانا قلت لكم قلت لكم بالاعصاب مرضوا لي الاحبال الصوتيه ديالي. وغنتبع مع واحد الطبيب اللي عاد غنمشي عندو كاين فاس غنمشي عندو. هادشي غنوريكم التحاليل وغنوريكم كلشي باش كنقول لكم حاولوا على راسكم. حتى حاجه من السهل تعصبوا راسكم عليها. سيري في طريقك وما تشوفيش موراك. سيري ديما شوفي حياتك من الكوتي اللي هو ايجابي ماشي سلبي. فحيت سينو غتهلكي غير راسك. يلا سي احمد تهبط معايا. هو يقول لي بلي هاجا سي انا نسيبك زاد باي ليتس جو. يا سي مني ما كاين والو ما شوف والو. كنغني لي يا زماني ويا زماني. وليتي تمحلتي من بابا. واش كتبغي شي حاجه؟ اسمع 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 ما عندي والو ما هاش فلوس. وازي انت فين عمرك هزيتي؟ ما عرفتك وانت ما هزهمش. ما عنديش. هذا محلنا كنجيو ديما. البنات اللي كيجيو من الطرافين كيجيو الثمن ديالي. اييه كيف واحد الخاتم انا كنت خديته من عند واحد بغيت نقصو.
وانا عارفه عندك ديك لاباغ ديالك شنو قلتي ليا علاش حيت الدم كبير ما خصش اي باغي اللي تنقاص خص باش يتقاد هذا تماما سخني لينا حنا نتكلفوا لك ليه على قياس هذا. المهم بنات السلسله اللي قلت لكم عجبتني عارفه كتعطيني ديك الفك اللي قلت لك راه هي المهم راكم عارفين في البنات عند الدم الذهبي عند الذهبي شنو كيديروا. المهم هادي اللي انا عجبتني عندو هاد الفي هادي عندك موديلات ديال الفي كاينين انواع انا نوريهم لكم البنات كاينه الفي اللي كبيره كاينه الفي اللي متوسطه وكاينه الفي اللي صغيره. انا الصراحه اللي عجبتني حلوه هي هادي واخا الفي صغيره فالسلسله غليظه ومتقونه يعني راكم عارفين متقونه. دابا نوريكم موديلات اللي عنده داكشي الصراحه زوين زوينه وكاينه هادي حتى هي موديل زوين اسمع اسمع الله ما نخرج لك من هنا خلاص يا خوتي تدخل تشتكي دابا المدام ديالك كلها من برا لا كذاب ماشي من لا لا هادي وخصت هادي وما كاين لا لفت لا خصك تكون انا برات مدام برا مدام ديالك العيالات راه الذهب ليهم ويا الرجال نعم شتي ديال الدم هو ما كيبغيش ديال الدم شتي فاش عيطت لك في عيد ميلاده ماشي عيد ميلاده في الحفله الطوموبيل ما بغاش الخاتم كتمنى ناخذ ليه شي حاجه ولا بصح الرجال ما تيبغيوش كيقول لك خصني ندير ليه شي مفاجاه شي حاجه زوينه في الدم ان شاء الله كاين شي حوايج انا نوريك انا نوريك ما تقولش لا ما نقولش دابا ما نقولش دابا تنقول انا وياك التليفون ما نقولش دابا ما نقولش كاينه واحد المفاجاه زوينه وهادو حتى هما قلت لي على الجيفوي قال لي البنات اقترح عليا على الجيفوي وجاتني فكره زوينه الجيفوي البنات اللي كاينين في اليوتيوب ما كاينش في انستغرام دخلوا راه كندير دي جيفوي واعرين وما كنطولش فيهم 3 ايام وكنربح. شوفوا هاد الكومنت تاع البنات شحال زوينه شحال غتربح البنات ثلاثة البنات حتى لأربعة البنات على حسب أربعة البنات على حسب الصراحة دابا تقسية اقتراح دابا اللي اقترحنا زعما طاحت لنا فكرة غنحاول يكونوا حتى أربعة البنات إن شاء الله مزيان حتى بحال هادي بحال هادي البنات هادي راه كنت خديتها من عنده عام هادي ما عمري حيدتها الصراحة من يدي وتا اللي وريتكم قبيلة في العنقرة من عنده عنده صراحة يقدر في الجيفوان يحطو حتى بحال ما هادي شي وحدة تحط حرف ديالها وحريف هذا وشي قليب لا مثلا إلا بحال شي وحدة وبغات بحال هادي ممكن أنها تقول لك تماما الحريفات وتخدم عليها فكرة زوينة. شوفوا البنات سنيسلا غليظة وزوينة المهم يربحو إن شاء الله أربعة. شوفوا هادي أو ثاني وعليكم السلام زوينه تاع هادي هادي بحال عندي تاع هاد هادي زوينه اللي سميتها اسماء في حالي زوينه تمام انا هاديك ديالي تم بعد اسماء نشوف تم بعد ونشوف يا خويا كتوصل عندي الدور دايما كتقلب وجهك شوف هادي تاع هي تهدي زوينة قليه ومع جنيحة تهدي زوينة البنات صافي. المهم انا وياك شي ربعة ديال الحويجات اللي نتايا نديرهم كيبغي ان شاء الله وعينا جديد حاجة جديدة البنات يستافدوا جبد لي هادي شوف جبد لي هادي غير نشوف غير نشوف هادي 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 اللي فوق منها هادي السلامة اللي فوق لا هذيك هذيك الله يعطيك الصحة جدوها عطي هذيك معاها انا شفت كيداو وجوه تشوفي واحد وتستقي خديتي كيداو وجوه جياك اخويا كيداو بجوج الله لا هذه هذه واخا تعجبها هذه كتجي مع هذه زوينة يخمم الضلع الاخرى غدا
لا ملاصقين زوينه وحده فوق لا انا بغيت شي حاجه بحال هذه دي زعما الدم هذه اللي تكون غير حجره غير وحيده لا غير بحال هذه كاينه وحيده لا كاينه اذا كاينه جبدها لي مسكين بعدا ما كيقولش ليا ما كاينش حمد كيبقى يسين ويقول ما كاينش بحال هكا وهي ولكن في هذاك الستيل هذاك الستيل الاخر هذه متقونه اسمها الضه الغدا اذا انت بغيتي غير هذه غير بحال هذه السلام عليكم كتفرجوا فيك مرحبا كي دايما لاباس عليك كلشي مزيان هانيا الله يحفظك الله يبارك فيك كي دايما كلشي مزيان السلام عليكم الله يخليك الله يبارك الله يطول عمرك شكرا شرب الماء شحفتي صافي هذيك حتى هادو زوينين هادو ولاو كيديروهم بزاف الناس شي خشات هادي زوينه عندو داكشي تبارك الله زوين هانت خالتي كي جاك زوين بعدا زوين الله صح صافي هذا في عيد ميلادي حيت الراجل كيتلف كيقول لك حكا تلفت كيصدق كي وحل في الورد كي وحل في الورد واخا تلفش والله الا ما تلف هانت فحال هذا ها هو في عيد ميلادي جي عنده ما غيبقى صافي حتى شهر الصح يا حتى شهر الصح ان شاء الله هادو بحالهم كان واحد عند ماما كانت عطات ليها الوالده ديالها وصرطات فيه مسكينه كانت باعتو باعتو دابا باغي ناخد ليها شي حاجه بحال هكا هي عزيزه عليها بحال هكا مشبك هذا بحال زوين هذاك احمد ياك مقصف هذا شوفوا دابا انا ما ماما عزيزة عليها بحال هكا ماشي بكين هذا غيعجب ماما هذا زوين زوين انا هادي شوف لي ديك التحتانيه ديالها قبل البينات حجاره صافي وبالنسبه لداكشي تلقين فيه تصيفط لي التصويره ديال داكشي اللي نديرو عليه الكاويش زمان هو نرومي عندو غلاضين ولكن عجبني هذا زوين هذا بالنسبه لك هذا حلو ياك هذا قديم الصباح شوفي دابا واش مزيان ديما ديال الصباح ماشي حيت دوك الكبار ما تقدرش ماما تبقى لا هذا ديرو ديما في الصباح يبقى الله يعطيك الصحه امين خالتي لهنا حطك شوف الخبيط داك البيسه ها انت تخبيهم تما عطيني هذه بوحدها حرام عليك زوين هذا بحال ستي اللي بغيت هذه خضراء وهذه كحله اييه زوين زوينه هذه بحال اللي عندي تقريبا غير هي انا عندي غير وحده هذه غير غلطه لكن فاش كتجي نفسها هي اختها اللي فوقنا ما كتعطيش اييه ياك كتبان خص تكون حجيره لا يا اما خص هنا تكون حجره هادو ملاصقين ولكن كانت هنا حجيره احسن انا بغيت هادي وبغيت غير حجيره المهم البنات علاش قلت لكم دخلوا للانستغرام اللي ما مشاركينش شوفوا لا جيف وي شنو غيكون فيها غتكون فيها هاد السنيسله وغتكون فيها هاد السنيسله هادي عندي بحالها في يدي وغتكون هاد السنيسله وغتكون هاد السنيسله هادي الله هادي واعره اش كيدايره هادي كتجيها بطالة العنق البنات هادي سنيسله ثقيله ماشي زعما المهم هاد الربعه ديال البياسات هما اللي غيكونوا في الجيف وي في انستغرام وثلاث ايام والسحب كاين يعني دخلوا دغيا ان كيدا والله عظيم زرفت دابا زرفت بيبي المرا قالت تاهي صعب السوات لا ما ديرش مليكه دير ماما ماما ندير ماما او للحاجه الحاجه هي ياك صافي الحاجه شابي بالضبط ماك
شكرا. اكسب الحاجة. المهم بنات هادي هي السنيسلة، شوفوا كيفاش جات. جات رومية وخفيفة وزوينة وشي حاجة اللي واعرة صراحة، عجبتني بزاف. المهم مديوهاش في هاد التريكو هذا التريكو البيض مسكين ديال تحت الحوايج اختيار البرد. المهم جاو كيحمقو، هادي جات شي شوية هابطة وهادي جات شوية طالعة عليها، يعني نقدر ندير هادي بوحدها نقدر ندير هادي بوحدها، جاو زوينين بزاف شتو. وخاتميها هو ما كنديرهمش بجوج، كندير يا اما هذا يا اما هذا، بجوج ما كيعجبونيش هكا. دابا ما غنديرش عندك، دابا ما غنديرش البيض، غنحيدو حتى كنديرو مع المكانه. وهادو عجبوني، جاو زوينين، جاو فنين البنات. انا بغيت الكفته والكبده الا كاين صافي. واه على قدي. شنو انا رابعه هادشي باينه فيه بنين. شكون طيب الحاج؟ واش شكون انت اللي طيبتي الحاج؟ اذا انت اللي طيبتيه يكون بنين. الله يعطيك الصحه. الحيمه والبرقوق والبصله غزال. شكرا. المهم البنات كما شفتوا تغدينا سالينا، دبنا دورة. احنا دابا عرفتي فين كاينين؟ في العكاري. تحية الناس العكاري. شي نهار غنجي غندير شي فيديو خاص في البيت اللي كنت ساكنه فيها، ماشي على شي حاجه، مي ذكريات زوينه. كما قلت لحمد دابا قلت ليه ايام، قال لي ذكريات، قلت ليه اخي ذكريات، قال لي كون ما كانتش هذيك الذكريات كاع ما كنتي توصلي بزاف ديال الحوايج دابا. فصراحه عجبني الحال، وبغيت نعاود لكم ليستواغ ديال هذا الخاتم هذا. ما كنتش اولا ناخذو لماما والله العظيم البنات. علاش خديتو ليها؟ حيت فاش شفتو هاد الخاتم هذا عندي قصه معاه. اللي كان عندي وقيلا 7 سنين ولا 8 سنين، قد بنتي سلمى، وماما ورثات على الوالده ديالها الذهب، هي وخوتها البنات ورثوا الذهب. وماما راكم عارفين الناس الشلوح كيكون عندهم اللويز، ماما كانوا عندهم اللويز بزاف، ماما الله يرحمها كانت كدير دوك الخيوط هكا وفيهم اللويز، راكم عارفين الشلوح. وماما ورثات بزاف ديال اللويز، وكانت مسكينه فين ما كانت، راكم عارفين الانسان كيتحز بعض المرات، كانت كتمشي كتبيع ديما كتبيع. وكان ماما كاع الذهب ديال امها باعتو. كان بقى عندها خاتم واحد وسلسله اللي بحال الضفيره. كان عقل عندي 7 سنين ولا 8 سنين، انا اللي كنت مشيت معاها باش بعتهم. علاش؟ حيت الا اختي كان خارج لها الطبيب خصها دير النظاظر، وماما داك الشهر يمكن كانت مزيره ولا ما نعرف، كانت مشات باعت السلسله ديالها اللي كانت مدفوره، وبعت هذا الخاتم. ماشي هو، ما كان عندها واحد الخاتم انا باقا عقلي مشبك، يعني بحال هذا، بحال هذا الستيل هذا. و يعني بقى عندي في بالي هذاك الخويتم بحال هكا، هي ما كانش عندها هكا. راكم عارفين الخواتم ديال الناس القدام، يعني شبكه ما ماشي بحال هذا الموديل هذا، واخا هكا كرومي. انا فاش شفتو تفكرت، واللي بقى فيا في هاد ليستواغ كاع يعني بزاف، هي ان ماما فاش كانت باعتهم رجعت للدار وهي حزينه. راكم عارفين العقل ديال الصغار دابا سبحان الله، يعني بقى لي داك الشيء في بالي. واخا كبرت، واخا درت وليداتي، واخا فشي حوايج بقاو مرسخين ليا في الراس.
عشتهم مع ماما وكنتمنى انني نعوضهم ليها. غنعوض لها اي حاجه اللي باقا عقله عليها واللي ما عقلاش عليها، الحاجه اللي هي باغاها وتا الحاجه اللي هي ما باغاهاش. فانا اليوم غندي لها هذا الخويتم وانا متاكده انها غتفرح وغيعجبها الحال وغتفكر ديال الام ديالها. صراحه كنعقل كنبقى فيها الحال حيت كانت هي اخر حاجه اللي كانت بقات لها من الام ديالها الله يرحمها. و اش نقول لك، كنت نبكي كما قلت لحمد فاش كنبقى نهضر كنبقى نعاود ليه على بزاف الحوايج، على بزاف ديال التضحيات اللي ضحات عليا الام ديالي انا وخوتي بزاف. كنتمنى اننا نعوضوها، واخا انا عارفه ومتاكده انني ما نقدرش نعوضها حتى ربع على داكشي اللي دوزات علينا. فاش نقول لك، يعني بزاف الحوايج اللي ما تنساوش ليا على الوالده ديالي، وكنتمنى يقدرني الله انني نفرحها وندير لها داكشي اللي هي باغاه. وكنفتخر بها كأم، وكنفتخر بها انها قدات تكبر فينا الحب بعضياتنا والحب ليها، حيت الحب ليها راه هي اللي ربتنا عليه، هي اللي ربتنا نبغيوها هذا الحب. والمهم انا غنمشي عندها للدار وانا متاكده غتفرح بهذا الكادو هذا. المهم بنات فاش جينا صنت لي الهام وقالت لي هي هنايا في كافيه هاوس جايه كتعشى ومعها تا خويا، وانا جيت عندهم نتعشى معاهم عاد نمشيو للدار. وهانتوما هلو عبرتي عبرتي عليه حنا جينا وجالسين جلسه عائليه الاخت الهام، الهام اختي مسيو ديالها، الاخ ديالي بوغوس. حنا جالسين كنتقهواو كنتعشاو وخويا شاف هاد لي طابلو هذا وبان ليه شي بلان تما، وبيان سور كافي هاوس راكم عارفين معرفة عارفو فنان. فاش شافو جالس معانا فجا وقال لي خويا انت فنان وما بغيتيش تبالي لنا بهاد القهوة. المهم عاد يشوف لي شنو غيدير لي فهاد الكوتي هذا، وباش ما كان وا بيان سور غنبارطاجي معاكم. انا خداني خداني بتيسكو شوف اش الاختي عندنا شنو قال لي، قال لي شحال هذه كنتسنى ما كبر سنة وداك النب عندك هنا ما عنديش هنا النب راه عندنا كان عندي هنا كنشد ليا بعدا نهار بداتني ماما عند واحد كيدير سنان في الميكا قالت لي طيبة ليها قال لا وشد لها عرق مالعين ماما دابا الا طيبة هذه تخرج لي المهم البنات هذا نهار جديد جيت للخدمه. الصراحه ماما فرحات بالخاتم بزاف، والكلمه اللي كتعجبني هي باش كتقول لي الله يرضي عليك يا بنيتي. كنفرح كيعجبني الحال كنحس بواحد الراحه. المهم الصراحه عجبها وتفكرات قلت لها انتي بعتي بحالو هذه. المهم اليوم انا صبحت في الصالون عندي الخدمه وعندي دابا واحد لو سوان انساليه باش غنمشي عند الدونتيست على ود سنيناتي وصافي. هادشي اللي كاين البنات، سنيسلا جات الصراحة جات زوينة البنات جات عاطية وصافي. وغنخلي ليكم صندوق الوات الباج انستغرام ديالي وباج انستغرام ديال لمسة باش تدخلوا، غتكون مسابقة و يلا باي باي.